أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات مواليد برج الميزان الاثنين 31 مايو 2021. توقعات مواليد 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. إذا وجدت شكوك أو ظنون غير مؤكدة في حياتك، فهذا هو الوقت المناسب أن تطمئن نفسك وتتخلص منها، مما يوفر لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارا في الغالب. لن تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرين احترامهم وتقديرهم لآرائك. نتيجة الأمور التي سوف تحسمها في هذه المرحلة ستساعدك فيما بعد عندما لا يكون مجرى الأمور مناسب لك. مع ذلك قد تكون بحاجة إلى تأكيد ذاتك، لكن من الأفضل القيام بذلك اعتدال. توقعات مواليد 4 أكتوبر إلى 13 أكتوبر. تتمتع حاليا بلياقة بدنية جيدة جدا وإمكانيات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك. لا شيء يقف أمامك، قم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به، فهذا هو الوقت الأمثل. اعتني بكل شيء ضروري لإنجاح مشروعك والأهداف التي تحارب من أجلها. يجب عليك التركيز فيما تحاول تحقيقه. توقعات مواليد 14 أكتوبر إلى 22 أكتوبر. تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها. اتخذ الوقت اللازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جليا في تفاصيل الأمور قبل البث فيها واتخاذ القرار. عند اتخاذك القرار لا تناقشه، وتمسك بقراراتك لأنها هي القرارات السديدة.